جمعية الحقيقة من أعظم الجمعيات، جمعية اسمها جمعية طعامي. بأخذ بكم لفة كذا على السريع، بأخذ بكم بس جولة. طبعا جمعية طعامي تعنى بحفظ النعمة، تتناول الفائض من الأطعمة من المتبرعين وتستخدمه استخدامين. أول شيء توصله للناس المحتاجين، والخط الثاني تحوله إلى أعلاف وسماد. هم في المرحلة الحالية يحولون بعض الأطعمة إلى أعلاف، لكن ما وصلوا مرحلة تحويله إلى سماد. أنا بدخل بوريكم البروسيس. طبعا هم مشتغلين بطريقة علمية بحيث أنه الأطعمة توصل بطريقة لائقة جدا ومحسنة ومنقات بشكل يحمي المستفيدين النهائيين من أي احتمالية حدوث أمراض بإذن الله. هنا طبعا في عدة أقسام. هنا غرفة عمليات يستقبلون طلبات التبرعات، وعندهم هنا إذا وصلت السيارة محملة بالأطعمة من المتبرعين أو من العزيمة أو من العرس اللي صار فيه فائض طعام، ثم تأخذ الأطعمة بعد ما ترتب وتحفظ في بوكسات. طبعا كل بوكس راح يحفظ ويكون مسجل في النظام وله باركود. جيد. هنا في منطقة التبريد، هنا منطقة تبريد الخضار والتمور، وكل ثلاجة لدرجة حرارة معينة مدروسة بشكل علمي ليضمن عدم نشوء أو تكون بكتيريا في الأطعمة. هنا تحفظ فيه أطباق الرز والدجاج والخضار وغيره. هنا درجة الحرارة من 0 إلى 4 درجات في هذه الثلاجة. طبعا يبقى الطعام في هذه الظروف لمدة 48 ساعة بدون لا يكون في أي مشكلة. طبعا هم ما يوصلون هذا الحد الأقصى اللي هي 48 ساعة، خلال 10 ساعات يكون الطعام تم إيصاله للمستفيدين. هذه الغرفة حسب ما أذكر هي الأبرد، باردة جدا، درجة الحرارة هنا -18. طبعا مشتغلين بطريقة أنه يستفيدون من الفيدباك أو التغذية الراجعة من المستفيد الأول اللي هو المتبرع، ومن المستفيد النهائي اللي هو تلقى الوجبة من الجمعية الطعامي. هم يباشرون مواقع المناسبات بقصور الأفراح والاستراحات وغيره بسيارات، سيارات محملة بهذه الأواني، هذه الأرفف. جيد. طبعاً المواد كلها ستيل لتمنع أنه يتفاعل الطعام مع أي عنصر آخر. طبعاً السيارة تحفظ درجة حرارة الأكل بدرجة معينة مضبوطة، بحيث أنه يعني يعدمون احتمالات أنه الأكل يتضرر. طبعاً مدروس وقت انطلاق السيارة للمناسبة وتعبئة هالقدور هذه أو الأواني هذه وإحضاره للخط الإنتاج هذا، هذا الوقت كله مسجل ومدروس بعناية. طبعا إذا عندهم شيء فسد يتحول إلى أعلاف.